ترتيبات الامنيه كله خربان ابتداء من المره الاولى. لو تتذكروا كان في السلام المفروض يتوقع اول مره، المفروض يتوقع ثاني مره. اول مره سالنا من الذي رفض من بند الترتيبات الامنيه، ملف الترتيبات الامنيه بند الدمج؟ هل قوات الدعم السريع رفضت الدمج داخل القوات المسلحه؟ طلعت قلت لا لا، وجانا قروها وثاني مره وكذلك لحد ما انصاعت الحركات المسلحه. وده حيشرب بعدين أنا الضباط ديل اللي بترفض والما بيقبلوا الجيش حتقبلوا منه وانا حتخلوه؟ ده اذا اصلا عملتوا ترتيبات امنيه، ده اذا اصلا عملتوا الترتيبات الامنيه. والبيفشل عشان ما يبقى ضابط وحاس انه نفسه قاوم البشير وتعب ومشى في الخلا وميتين اهله طلع، وبعدين يطلع من المولد بلا حمص حتدي قروش؟ هل حيقبل بالقروش ولا حيرجع الغابه؟ ولا هم عندهم ايمان وقطع النظير؟ شفتوا النازي؟ شفتوا النازي ميتين ام الدوله دي حيطلع كيف؟ شفتوا؟ كان اتفاق، كان اتفاق سلام كويس، كان مفروض وثيقة دستورية تتعامل في مبادئ الوثيقة الدستورية تتعامل في أديس أبابا، فيها الجبهة الثورية وفيها اللي هو الجبهة الثورية فيها قوى الحرية والتغيير كلها سواء أحزاب ولا حركات. مشوا غنجوا ناس الأحزاب بالنازل. جا قال أقول لكم مفروض في الوثيقة الدستورية البند الثاني إنه رئيس الوزراء يكون هو اللي قائد السلام، مش حميتي عمل لك السلام. بعد الاختراق اللي حصل من الأحزاب السياسية، أنا كله بحمله للأحزاب السياسية بالمناسبة. كله بحمل اسي مش ما في شين عاملين فيها ما في شين كل اللبط دي وبحملها لهذا الحمدوك. حمدوك اللي بيمشي بس بيمشي الاحتفال بس، هو ده شغلك انت؟ اين المجلس التشريعي؟ اين ملف الترتيبات الامنيه اللي ممكن يعمل خلل داخل الدوله السودانيه؟ وانت الان بتمشي تنخس كويس وماشي تعمل مناورات في مروي، الحرب قريبه، استعدادك للحرب شنو ذاته؟ استعدادك شنو؟ الناس اللي من شرق السودان لحد دي لحد البلد دي ممكن تغرق. صاروخين ثلاثة القول ما تصدوا لها، المصريين ضربوا سد النهضة، ما هي استعداداتك للمواطنين؟ حيموتوا آلاف من الناس، عملت شنو أنت؟ استعداداتك شنو؟ هل أنت ضامن المصريين ما حيودوا طيارة؟ ولا أنت قال الحرب دي شنو أنت؟ أنت قال الحرب بتاع الدعم السريع وبتاع الشراد وبتاع، دي حرب ذكية الجيل الرابع يا وهمي أنت وركز فوق. دي حرب بتاكل الله، دي حرب درون ما فيها شافع كده شايل تاتشر وبي بي وكي 74 وحربك ضد عصابات وبتاع، لا لا دي درون بيركبك كده لما انت تحتار ولا بتحس باي شيء يعني، ولا فيها اشتباك مباشر ولا طياره بجواب الرباعي، والله حتبقوا زي الليمبي دفاع بالنظر كده بس، ما حتفهموا حاجه. اسرائيل معهم، الصين معهم، منو تاني انت معاك منو؟ لا سياسه لا فهم لا عقل ركوب راس. يا اخي الجند السوداني ده بيلاقي الزول هاي ممكن ياكلوا بنيه ويظبط له اموره حماشه ورجاله كده، لكن الحرب بتت ما فيها وش ليه وش ما في، الا في افريقيا اللعينه، الا في افريقيا اللعينه دي وش ليه وش كده اوجو اوجو وصندوق وبتاع وافتح الصندوق وشكله كمين ولا هناك البيج دي، بقت ما في حرب زي دي يا زول، بقى في من بعيد درون بيشحمر للناس كلها. انت الان شحبك متشحمر، اصلا انت مشحمر له حياتيا، فحتموا بالحروبات دي يا اخي عملاء وجزم كويس ورمم وما ضايع الا المواطن السوداني، وانا من هسه الناس ممكن تزعل. الشارع لسه ما موحد، الناس حتطلع، نسال الله انه الناس اللي بتطلع يوم 6 ابريل دي ما ينقصوا نفر، نسال الله انه ما في اي انسان، ما في اي انسان اتصاب. ولكن بقت يا اخي المواكب بيطلعوا فيها اسر الشهداء اندقوا، بيطلعوا فيها كويس، بيطلعوا فيها امهات الشهداء بيندقوا، بيطلعوا فيها المصابين نفسهم بيندقوا، بيقتل من يقتل وبيعتقل من يعتقل، ولا حتى لما تنادي المجرم بيطلع من السجن كويس، والمسكين اللي قال كلام لليله قاعد في السجن، كان احمد الضي معمر غيره غيره غيره، الاف من الناس الضباط الشرفاء بيطلع منهم واحد فيهم قبل شهر من زمن ايام الاعتصام، ولا حتى لما تنادي ولا في زول شغل بيك. هاله من السواد، هاله من السواد داخل ام الدوله السودانيه دي، هالة كده ماسكة أم الخريطة دي كده كويس، لما تيجي تعاين الموضوع دي كده مش تقنع، تقرر تنتحر عديل يا أخي. يا أخي الثورة دي كام؟ الثورة دي بسيطة يا أخي، بسيطة يا أخي، واحد زائد واحد بيساوي اثنين يا أخي. حكومة كفاءات غير حزبية ولا بخلفية حزبية، رئيس وزراء ذكر يخاف الله في الناس ديل يا أخي. يجيب الحقوق الأهلية الأجرم في حق الشعب السوداني يحاكموهم يا أخي، ثلاثة يوم، ثلاثة يوم بالقوة الثورية، البشير ده ما بكون عايش يا أخي. غلبك تعمل له حاجه طوالي بتسفر له هاي احقاقا للحق لحق ال 2 مليون سوداني، واحقاقا للحق لحق 350 الف سوداني، احقاقا للحق لحد اخر شيء في الثوره السودانيه اللي قتلهم، بعد ذاك قتلوا ناس الصف الثاني بتاعه. لكن انت لليله سنتين لليله البشير لسه قروشه بتاعه طلس بيش وانقلابه بتاع، والانقلاب ده ما هو ده العساكر، لحد الليله هم الامهات مفجوعين في الضباط اللي قتلوهم. دي القوه الثوريه يا حمدوك يا بتاع الختان، يا حركات يا مسلح اللي هو انت ظهر للشارع.
شفتوا قاعد تفقدوا نفسكم كيف من الشارع؟ شفتوا قاعد تبعدوا من الشارع كيف؟ لما تقف مع الحكومة جيب تلقى الناس يقول لا معك. لكن انت ما 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 خلاص انت بقيت انا مقدرك، انا والله مقدر موقفك. دردور في الاحزاب كحركات مسلحه، دردور في الاحزاب. فين الاحزاب؟ جزم اصحاب الانتهازات التاريخي الحقيقي جزم، هم اللي وقفوا ضدكم، هم اللي بيحفروا لكم، هم الاقلام بتاعنا العنصريه، هم تعب عليهم الان عشان يخلقوا لكم الجو. وانت كنت تحالفت مع العسكر عشان تقصيهم وعشان تسد باعتبار او تشارك معهم، وبعد ذاك شويه شويه تقصيهم. لكن الكلام ضاع في المواطن السوداني للاسف يعني، وانا مقدر موقفكم والله. لكن الاولويه مال الجزم ديل، اولاد الحرام ديل ما تباروهم، بار الشارع ده، شارع ده دار واحد زائد واحد يساوي اثنين، دار الحقوق شفت من الاول الى الاخير، دار حق الناس، حق الناس. لكن انت من بين اوداس اتفقت مع الحكومه، انا كلام ما حاسب ما في حتطلع تتكلم عن نام النام، حتتكلم مع حميتي واحد. انا ما شمتان والله، انا ما شمتان، لكن انا حاسب انا حاسب القهر للناس اللي املوا في الحياه، الناس اللي قاعدين في وحشات النزوح ديل بتين حيرجعوا. وانت ترتيبات امنيه ما عملتها، انت القوات ساي ممكن تجمعها كده كويس وتعمل لها كشف، تجيب لك مدنيين ساي يعملوا لك كشف، يشكوا لك قوات زي ما قلت 10 من هنا و10 من هنا يوزعون في دارفور. ما قادر تعملها انت، انت ما قادر تعملها. القاعد يدفع في الثمن منه المواطن المسكين، وانت ما قادر تسال. اطلع الماس قبل كم يوم، والله انا اول زول في الهامش يشكر رحمتي. طيب شكرت، وين الترتيبات الامنيه؟ الو جاوب نعم، وين الترتيبات الامنيه؟ وين الجيش القومي الموحد؟ وين السلسله العسكريه انه تدخل ده في دوده وتعمل ها العدل اللي العدل في الجيش ذاته؟ هلا نحن الكره والناس جلابه والجيش جلابه وشمالين وبتاع، هسه نحن بنطالب بانه جيش قومي موحد. الو نعم، وين الجيش القومي الموحد؟ وين؟ وبعد لسه ناس يتكلم، اجي يتكلموا في الدين ذاته يقول لك الدين برضه حق جلابه، الدين ذاته دوله ذاتها، دوله ذاتها مفهومه ماشيه كيف يعني؟ اهل خرطوم جوا والناس جوا. والله انا ما شمتان فيكم يا ناس، انا داير الناس المساكين اللي هناك الميتين اهلهم طالع، ده لا في الخرطوم نايمين وفي الشمال نايمين، هاي عنده على الاقل بعد بنك العيش ده، لكن في سقف زول بينهم في هناك هناك في زول ما عنده شيء. هذا حيرجع لفتين حلوها. طيب نعم، هاي الله يحفظكم يا الله يحفظكم. اتوحدوا اتوحدوا، دي كحركات مسلحه بالمناسبه، حتى لو بقى مواجهه بالمناسبه، المواكب الجايه دي لو في اتحاد من الشعب السوداني اقيفوا ظهره، والله بتزبط. والله بعد القنعه في الناس دي وبعد الاهالي السوداء دي، لو عرفت مطالب الشعب السوداني ده وانتوا جزء منه اللي هو السوار، زمان كانت الثوره دي مولعه نار حمراء، انتوا وقفتوا العمليات كلها لانه انتوا جزء من السوار ديل، اقيف وراهم الدوله دي ممكن تمشي، ممكن ينقشع الظلام ده كله، ممكن ينقشع. حكومه كفاءات غير حزبيه ولا بخلفيه حزبيه، تعال مجلس تشريعي يجيب ناس يخافوا على البلد دي في المجلس التشريعي، الكلام ده ما صعب، خليك انت في مناصبك دي، اصلا ما في ما مننا وفينا يا اخي، انت مننا وفينا والله، سواء اختلفت مع كلامي ده ولا اتفقت، انت مننا وفينا، انت قاتلت النظام ده، قدمت ارسال من الشهداء، مننا وفينا والله، زيك وزينا، انت عملت اكثر مننا كمان، لكن نحن في النهايه الشارع ده انت بالسلاح، ده بالسلميه جابك، حقيف معاه الواجب، احنا مكملين لبعض يا اخي، انا وانت مكملين لبعض يا اخي، انت ضحيت ضحى، ده مدني ضحى، انت كنت شايل سلاح يا اخي. ضحوا الاثنين مع بعض في يعني في 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 تداخل بين الاثنين. ما نسمع للبره ديل يا اخي، ركز مع الشارع، شوف داير شنو، اقيف في قضاياه، تعال شوف اللي نزلك منه. ودي دعايه ذاته لك بالمناسبه، دعايه لكلك حركات، والله تلقى الناس كلها معك. لكن ما تنوم يا اخي، ما تنوم يا اخي، ما تنوم، تخليها في حته معينه، نضال في حته معينه يا اخي. الشارع ده طلع عشان كل السودان، ده ما شعار اللي بخشوا الناس، ما شعار يا اخي، شغله ما شعار يا اخي، الشغله حلم يا اخي، حلم يا اخي. لما البشير ده، والله البشير ده سقط، اقسم بالله كان في ناس عندها افكار وعندها ايمان بالدوله دي، يقول لك بذكر يا اخي الصعلوك بتاع حزب السمولة ده كويس، لما قال انظروا الى هذا المارد يا اخي، الناس كلها حستها من جوايا، المارد السوداني حينطفد يا اخي، هيعيش في دولة محترمة يا اخي، هيكون عنده شنة ورنة في العالم يا اخي، رجالة ما في ارجل مننا، فهم ما في افهم مننا، شفت نخوة ما في احسن مننا، احترام ما في احسن مننا يا اخي، ناقصنا شنو يا اخي؟ ناقصنا شنو يا اخي؟ ناكل في بعض كده يا اخي، هنا على ابو الكراسي يا اخي، هنا على ابو السياسة يا اخي، حقوق بس يا اخي، شوف الشارع ده ما غلطان يا اخي، عمره يا اخي ربنا خلق الكون ده كله ما في، ما تلقى جماعة غلطانين نهائي، الجماعة شوف الشارع ده داير شنو يا اخي؟ الشارع ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا اخي، حقوق بس ليس إلا الموضوع يا أخي.
واخيرا بختم باشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. الناس اللي بتعرفني شعب عادي جدا، لكن والله اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. يا اخوان مختلف معاك، متفق معاك، دي دوله كويس الناس تحترم بعض يا اخي. الحقوق ترد لاهلها، بس يا اخي لا اظلمني لا تظلمك، لا افلقك لا تفلقني، ده موضوع ثاني. لكن في مواضيع كبيره اكثر من العلمانيه الهسي موقع، في مواضيع متلتله واقفه يا اخي موقف الدوله دي. الله يعينكم، ربنا يحفظكم يا اخي، الله يحفظكم الناس الطالعين، ربنا يحفظكم كويس، ربنا يعينكم، ربنا ينصركم. السلام عليكم.